لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. كمانان قف أو مسلمين أه أيامان تح سوسر بحي مجال مدح ذا قبل كه من صوت أه سيمبول هل كاسي أو يكوين صلاة عيدا داد كان أو سنة كي هره سيدان أو كله سنة سوسر بحين سبب الحرير حنون كورونا فيروس أي سنة كان يضو الراعي تمامها واحدة عفمات كه من صوت أه سو ذا جرأة أو دكان برحد وين أو السوق من غابيان مامل كه مسجد كه الإحسان مجال ذا سيمبول قار كم ذا دت كي سوماليات هل كاسي كعيد يستي أيالد حمري مكرفون كه وحين تهنيت يهم بليو أدرين هل ذا أصحاب توضه يمسلمين تأودن بسم الله الرحمن الرحيم إيد ونكسن دمان ومد الصوماليات دمان وحن هل كان كسلامة هل ذا أصحاب تيدا iyo maaragtay qaraabadeeda oo adduunyada dacaladooda joogan hooyada Madina Cali Hiraabe keya joogta walaalahay qaar waxa joogo UK Norway Holland dhammaan umada Soomaaliyeedna salaama salaama aleekum magacaygu waxa la yiraahdaa Firdaws Axmed Haaji Siraad waxaan leeyahay umada muslimiinta dhamaantood ciid mubaarak kull aam wa antum bil khair وحن سلام هيا والد كيجا يهلا ذي ذا ولا الله ذي أدون كمل كستيكة شوغان يجا كل شوغا سوماليا إثيوبيا يا دمان دافع أدون ك يا هان كن كسلام هيا كوكار وحن سلام هدي أقدر أشوا وسلامة ولا الله دمان مسلمين تمل والبيت شوغان آن سلام هيا قارهان ولا الله هي هاي ذي كل دمان تسلاما سبيشل هواية ذي حليمة آذن علي ولالك داود عبد الله ولالك يوسف عبد الله ولالك محوها إن عبد العزيز عبد الله دمان صاحب هذا أي كم تايحاو عبد الدقرة رقية عبد أيضنا حليمة دمان وسلامة يا إلمه يقول سوسن سهرة خالد عبد الرحمن أن سلامة يا عبد الرساق ونورة مقعي وإمام محمد مرسل إمامكم مسجد إحسان رنتي وحافر حد وين إيه إن أن مانتا كغسوق بقولو بلشيدة مسلمين تاها قارهان سومالي دا و مقالي دا سين بول قبل كمينسوتا كو عيداي برحد وين إيه اللي يراه دو ويس من هاها و رنتي برحد آدي آد وينه داد آد إيه آدو فربادان مانتا أي كسوق بقالين صونكي أن صوصوني يا صلادي يا صدقدي يا عماشي الله نقا أقبلو رنتي وحادي آد وناكسن بيهايد قدب كلابات وحن ربا إن هل كان وجمه العليا دمان دتكي كقب قاتي كان بينكي الإحسان باركن بروجكت يجانا وحكوا لب حي جزاهم الله خيرا أدي أدب وجمه سنين أنت كذب وحن ربا إن أن أدرى سلان دمان ومدى مسلمين تميل البؤي جوجان ويجوه الريان ولا عليه إن مسلمين تاء فلسطين مسجد الأقصى اللي قولي باتيجي اللي يقول لا يي أو اللي وحر حري وحن لنا إله سبحانه وتعالى يبكها كقاضة وقدام بنتي وحن شعلان لها إنها فرين قارة ودير أمد الصومالية ميلو البو أي شوغان خاصة ودن كأني وحو مرحيا مرحلة آد يا آد وآدك بو مرحيا مركا وحن أبها النهاي أمد الصومالية تهدي أين أنها وحن أبها النهاي إنه قعمها يسقبصنو إنه مدونو وحن أباهن هاي وحول بق بني آدم أباهنيه وحن أباهن هاي أمني بان أباهن هاي وحن أباهن هاي نبت جليو وحن أباهن هاي هرمر وحن أباهن هاي دولة نيمو تانا وحيكو إيمان كرتا أوكيليا إن دمان لإسي مادو وقعمها لإس قبصة أو لإس كالما يستفري فول مرد أغضو هدي كالي ميل مقارين مقعيق وحوي أحمد عنشور runtii maanta waa maalin farxadeed waa maalin dadku meel walba joogan dadka muslimiinta ay dabaaldegayaan ciidan iyadoo waliba gaar ahaan state-kan anagu hadda aan joogno iyo goobta hadda aan joogno St Paul Minnesota aan laga ciidin sanadkii hore labada ciidoodba ayaa sanadkan si fiican loo soo baxay masjidka Masjid Al-Ihsan Islamic Center oo anagu aan maamulkiisa kamid ahay ay runtii horseedeen in dad fara badan ay maanta la soo tukadaan وحن لي هاي دت كاسي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال رنت وحن ربينا فرصة نوقف إذا استو
إن أن سلامو دمان دتك مسلمين تعملوا البيتوغان قرهان دتك أهلك يا أغربضة يا أصحابته قرهان هيسا أن الله يحيي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وملك استاء الجوكتان إلهي إنكو أمان سداء يان الله يحيي إنتا كدي وحان ربعين وقفة إذي ستو فرصدا إن أن رهو سنة كان إلهي هنود جيو سوماليا ورنتي لباتة فربضان سوامرتي ما أنتظن لفتر كذنا لباتة بضان كتشرتو oo ay runtu mudan tahay dadka maanta madaxda oo ah ama qiyaadada oo ah in ay umadani u horseedaan ee nabadgelyo iyo bashbash iyo barwaaqo iyo deganaan ee dadka siyaasiyinta ah ee danaha leh runtii ee waxaan leeyahay ee umada danteeda ayaa ka weyn dantiina ee dadkani dhibaato fara badan bay soo mareen muslimiinta dhamaan waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu aam wa antum bi khair gaar ahaan waxaan leeyahay maanta Soomaalida ku nool Minnesota nabad iyo waxaan idin rajaynayaa sanadkiisa sanadkiisa kale in sidaan oo kale aan isku nimaano ciid iyo nabad aan isku nimaano ciid mubaarak deeq darajo aad baan kugu mahadcelinayaa markii hore fursadan aan maanta u helay inaan halkan ka salaamo dhamaan ba umada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan ama umada muslimiinta aan ilaahdo oo aan ilaahdo ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhair maanta waxaan ku ciideynaa deeqow waa magaaladii Minneapolis runaantii ciidii hore noomay suura galin aan ciidno because of coronavirus laakiin maanta nasi wanaag waxaad moodaa dadka badankiisuna wada talaalayno waa si kalsooni ah ayaan u tukanay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh wayna salaamayaa Soomaali meel kasta aad joogtaan ciid mubaarak kullu aam wa antum bil khayr maanta maalin qurux badan weeye baarkaan maanta minahaan ku ciideynaa waxay soo xusuustay Soomaaliya aabti Soomaaliya barxadda lagu yidhi jiray oo ogtahay marka dhamaan faamiliyasha meesha isugu yidhi waxaan leenahay ciid wanaagsan dhamaantiin magacaygu waa Ibrahim Shire Maxamed waxaan marka hore u hambalyeynayaa ummada Islaamka ah khaasatan ummada Soomaaliyeed ee ku ciiday maanta magaalada Mataano magaalooyinka Mataanaha ah Saint-Paul iyo Minneapolis waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu aam wa antum bil khayr sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa una munaasabadan ciida ummada Soomaaliyeed ee waddankeena ku nool waxaan Ilaahay uga rajaynayaa in sanadkan sanadkiisa ay ku ciidaan barwaaqo iyo bashbash ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr taqabbalallahu minna wa minkum wa salihal a'maal halkan waxaan ciid uga soo jeedinayaa ummada Islaamka ah meel kasto ay joogto gaar ahaan ummada Soomaaliyeed meel kasta oo joogto familkayga ay ugu horeyso hooyaday oo joogta Nairobi Ruqyo Xuseen Cali waxaan ku leeyahay ciid mubaarak walaalahay dhamaantood dal iyo deed ba inta joogta ciid mubaarak ilmahayga ehel iyo qaraabo waarid dhamaantiin waxaan idin leeyahay ciid mubaarak raxmatullaahi wa barakaatuu ciid wanaagsan ciid mubaarak kullu aam wa antum bikhayr halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan qaraabada iyo tolka Soomaali weyn dhammaan waxaan ka salaamayaa reer Raabi dhammaan waxaan ka salaamayaa reer Raagagun ayeeday Seynow Xasan dhammaan habaryarahay waan wada salaamayaa hambal iyo ciid wanaagsan kullu aam wa antum bikhayr السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فايزين عايزين وكل عام وأنتم بخير مقعي وعبدنا الشيخ شاف وحالك كسلامة يا ولا لذي أو كين يكون المباسة نيروبي قارس يدوني دعا لذي وحان الله عيدني عيد هذا كله بش بشي براركو قاربين الباري وانا إن سلامة يا سلام كلي لابا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك كل عام وأنتم بخير دمان مسلمين تا ملك استيقل الجوغان هلكم وانك سلامة يا دمان توت مقعي ومحمد عبد الله وحان جوغا سين بول sanadkan sanadkiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala khayr iyo barwaaqo iyo bashuusha nagu gaarsiiyo dhammaan dadka ehelka iyo qaraabada iyo muslimiinta waan salaamayaa waana u duceynayaa Ilaahay dhibka iyo balaayooyinka naga dulqaado cudurrada Ilaahay naga dulqaado kaatu dhammaan ummada islaamka muslimiinta waxaan leeyahay ciid mubaarak ciidul caafiya kullu aam wa antum bil khayr magacayga waa Nuur Maxamed Nuur Cabdiraxmaan Maxamed waxaan ku noolahay magaalada Saint-Paul Minneapolis Saint-Paul marka dhammaan ummada islaamka waxaan leeyahay maalinta farxadda inaan aad ugala qayb galo kala la wadaago farxadaasoo farxad aad kash iyo laabka uga soo gooday marka waxaan leeyahay dhammaan ciid mubaarak
عيد العافية سجوني هالك وحنا نقول السلام يا حاسكي قن أتكو شعلهاي نبغى مختار يوسف وحنا كل هاي عيد مبارك عيد مبارك حاتيو ومدة السلام يا دم وان السلام يا وحنا هالك السلام يا عيد ودر يا سومالي وين ملي جوجان يوم مدة مسلمين تدمان تود واد السلام عيد مبارك عيد سعيد أيامكم بخير إلهي الدولد في عن أو ونكسن سومالي هنقدر ليه ومدة نمر جوجان لأن الله هم ركتاي ندعميه ما قاعد يقول حلي رداء إبراهيم هذا من صوت أنت كسر السلام يا وسلام أنتين شكرا السلام عليكم مقعي ومحمد جامع الشوري من الصورة مركب وحان سلام يا ماشان هو يدي هو يمعان حليمه وجوكتا نيروبي يا دمان ريده وكين يدكن يو إسلام كأردن ملك سيج أدون كجوجان مركب وحان لا كل عام محل ده عيد مبارك دمان تين ملك سيج جوكتان أدب نيس سلام يا وطن كان الله نمن نقول دقو سوماليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما مسلمين تأدون كمكس إجوان وسلامة عيد مبارك عيد مبارك عن الله يا هاي عيد ونعكسن إله عن الجبر عيد عيد سيسة سوب إله نو كرسي أمان تينا بو عيد ونعكسن عيد ونعكسن عيد مبارك عليكم ورحمة الله وبركاته وحن هل كان ودعينا هاي ذي أبهي وحن هل كان كسلام يا في ملكي عيد مبارك عيد علينا وعليكم مسلمين تأودن عالم كماشي يكجوك تعيد مبارك إلهي نوحان أقبريا غزة إنو كدفاع مجرمين إسرائيل ووير بأنكو هايو أيها نوحان لها عيد مبارك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك to all Muslims to all my family السلام عليكم ورحمة الله مقعيق ويوسف وحان هل كان كسلام يا دمان مسلمين تا يدتك صومالي دا ميلو البيجوغان ري عثمان نور دتك قرابده عثمان قادي يا ري عبد الله الشيخ waxaan halkaan oo kale ugu duceynayaa oo soo aabe عبد الله الشيخ oo dhintay رمضان كان ان شاء الله ilaahay jannada firdaws hagee عيد wanaagsan kul aan wa anta bil khair soomaalida umad soomaaliyeed meel kasta adduunka joogan aan waxaan u rajaynayaa umad soomaaliyeed barwaaqo nabad galiyo iyo dawladooda u hagaagto insha Allah waxaan rajaynayaa in umada Soomaaliyeed gaar ahaan familkayga oo jooga Soomaaliya iyo America iyo Europe iyo anywhere inaan salaamo iyo saaxiibadeeda iyo inaan laalinta garanayso waxaan rajaynayaa sidoo kale in maartay umada walaalahay maanta aad dadka Soomaaliyeed oo dhan ay uga murugaysan yihiin reer Falastiin iyagana waxaan u rajaynayaa iyagana in Ilaahay nabadgelyo u siiyo oo uu cadawga ka badbaadiyo dhibaatooyinka badan ku hayo waxaan u tahniyeeyaa dhamaan dadka ehelka ah oo inta nala dhalatay iyo intaan dhalay iyo intaan diinta ku walaalownay waxaan ugu horeysiin lahaa caruurta aan dhalay dhamaantood meel kasto ay joogan Muqdisho iyo Hargeysa iyo inta nala dhalatay oo adduunka dhan dafaa caalamka ku kala maqan Yurub iyo America Carabaha Afrika waxaan runtii si gaar ah aan ugu tahniyeeyaa dadka halkan ku tukaday oo gobolkan Waqooyiga Mareykanka magaaladan maartay Minnesota xaafadana hada Minneapolis xaafadana Jonas Sambol dad saak banaan ku soo tukaday waxaan leeyahay kulli aamin wa antum bi khair fariintayda u dambaysa waxaan fari lahaa dadka masuuliyiinta ah ee Soomaalida meel kasta ay joogan in ay Ilaahay ka baqaan oo ay xishoodaan oo ay wax iskula hadaan oo ay u turaan dalka iya dadka iyo diinta waxaan dhihi lahaa waxaad eegtaan kuwi idin ka horeeyay ee kuraasta soo qabtay adduunka way ka tageen qaarba waxay sheegteen ayagu in ay maxaan ku dhahday wax walba gacanta ku hayaan maantana turaas bay noqdeen oo ciida ay hoosta ka mareen